يا ست توفيق، حفني بيقول لك عمره ما شاف دكتور هيثم قبل كده ولا حتى يعرفه، تخيل. كذاب يا باشا. ايه كذاب دي يا توفيق؟ الدكتور هيثم ده جاله قبل كده، والمره دي هو كان متفق معاه، وهو جالي يا باشا عشان اساعده في الحوار ده وندخل الدكتور. لا لا، اللي انت بتقوليه ده كذب. انت لا يا شيخ، حرام عليك. اسكت انت يا حفني. اسكت ازاي يا باشا؟ ده كنت وديني في داهيه. قلت اسكت انت. حاضر. اعملي يا توفيق. انا الصراحه يا باشا خفت وحاولت اكلمه، وقلت له بلاش يا حفني، سيبك بقى من الحوار ده. هو اللي ما رضاش يسمع الكلام، فانا بقى رحت للدكتور زينه. ايه، انتوا اللي هربتوا جثه نانسي يا توفيق؟ لا يا دكتور زينه، ما انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص. لا بس انا عارف انك ليكي دعوه، وانت اللي هربت جثه نانسي. بص، هو حفني كان خلاني بس اكلم الراجل جوز الست علشان اتفق معاها على الفلوس. حلو، وبعدين؟ والله العظيم يا دكتور زينهم، حفني هو اللي مدور كل حاجه، وكل شويه عايز يشدني معاه وانا اللي مش راضيه. انا وليا غلبانه وانت عارف، وعندي عيال ومش عايزه اروح في داهيه. يعني نقدر نسميها صح والضمير ليك يا توفيق؟ بص، سميها زي ما تسميها، انا بس عايزه اطلع من المصيبه اللي انا فيها دي. يبقى كان لازم تجيلي من بدري، من قبل جثه نانسي وقبل جثه مرسي. وقعت تكوني فاكره احنا يمين على ودنا يا توفيق. عادل بيبي يدور وراكم ومتابع معايا انا وناجي بيه، هتروحوا في 60 داهيه. انا ماليش دعوه باي حاجه يا دكتور زينهم، انا بس انا بداري عليه وبسكت. انما انا يا دكتور زينهم، انا حض الله ما بيني وما بين الحرام. حض الله؟ ما انت بتقسمي معايا كل حاجه يا توفيق، صح ولا لا؟ طب يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ توقعي حفني. واما البوليس يقبض عليا انا كمان معاه؟ تعترفي وتبقي شاهده، وتسيبيه بقى هو يروح في 60 داهيه لوحده، ولا تروحي معاه؟ طب بص، هو الليله دكتور هيثم ده هيجيله تاني وهيسرقه اعضاء. يبقى البوليس يطب عليكم الليله ويمسكه هو متلبس. بس لازم تقول لهم ان انا ماليش دعوه بحاجه، وانا هعمل كل اللي هتقولي عليه وهشهد. عين العقل، وبخلي الفلوس تنفعك بقى يا حفني. بصي، هو جاي دلوقتي، انا مش عايزه يحس باي حاجه. مين ده اللي جاي؟ ادخل. مساء الخير. مساء النور. ازيك حفني؟ عمر يا دكتور. بتحب الفلوس يا حفني؟ ها، ايه رايك يا ابو الاحناف؟ لسه مصر على الانكار؟ احنا كنا عارفين نيتك قبل ما تعمل جريمتك، بس كان ناقص انك تيجي زي الشطور الامور كده ويتقبض عليك متلبس. واديك الحمد لله عملتها. ليه كده يا توفيق؟ ليه كده؟ الخيانه مره. تقدر يا اخويا تسميها صحو الضمير على راي الدكتور زينه. ضميرك صحي ليه؟ هو كان واخد منوم قبل كده؟ طب انا مش هنكر يا باشا. ايوه مش هنكر. توفيقه كانت معانا المره اللي فاتت لما جيت دكتور في المصرحة. ما هي دي مش اول مره، ومش اول مره نشتغل مع بعض ونعملها مع بعض سوا سوا. ايوه كده بقى، انت حبيبي. لا، ما هي توفيقه اعترفت على كل حاجه من بدري، كان ناقص بس انه حضرتك تعترف. وادينا الحمد لله دلوقتي خدنا اعترافك. الست توفيقه بلغتنا ميعاد العمليه الاخيره، وبالتالي نقدر نعتبرها شاهده. اما بالنسبه لك انت بقى، انت رايح في داهيه رايح في داهيه. هتوحشنا يا ابو الاحناف. الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر. تحميدي ربنا. اخسرت الحب اللي حبيته لك.